عندي فيلم بعمل فيه دور مذيعه مش معروف، يعني مش هنقول ان انا بقلد حد، لكن هي مذيعه وطنيه بتتساوم على بنتها، وده هيبقى بالمشاركه مع احمد ادم، متقدم بشكل ساخر من احمد، لكن انا بعمل دور جد جدا بجد قوي. جايز يطلع منه كوميديا الله اعلم، بدخل انا مغمضه عيني مش عارفه هعمل ايه. ده فيلم ويا رب بس يقدرني ان شاء الله. وبعمل حاجه تانية ان شاء الله بجهز لها السنه الجايه ربنا احياني، سميره موسى العالمه المصريه الكبيره التي تم اغتيالها في امريكا، والفتره الاخيره في حياتها دي ايه اللي حصل فيها، ايه العلم اللي برعت فيه، ازاي تحتضنه او نحتضن كدوله وكاسره الموهبه لو كانت موجوده في داخل عيله، ازاي الاب والام يبقى عينه على ابنه وبنته لو هو موهوب في حاجه. بنحاول من خلال الفن نروج لمعلومه اكتشاف الموهبه مبكر عشان ما حدش يقول الدنيا سوده.